اللهم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يخيب ولا يرد من سأله ولا يسلب من شكره ولا يخذل من نصره ولا يكل من توكل إليه من توكل عليه ولا يهمل من وثق به ولجأ إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم بما تخفي الصدور وما تخون العيون وبما كان وما يكون القائم على كل نفس بما كسبت جل جلاله وتعالى في علا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها العباد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا أيها العباد أن الدنيا سريعة الزوال وشيكة الارتحال، كثيرة الأنكاد والأشغال، إذا أقبلت أشغلت وفنت، وإذا أدبرت غمت وأحزنت، لا يحرص عليها إلا الغافل والجاهل، وما أعقل الزاهد فيها وما أفضله. وفي الخبر قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. واعلموا أيها العباد أنما يبسط الله سبحانه وتعالى الدنيا لبعض عباده ابتلاء منه لهم واختبارهم، فإن وجدهم قد أخذوها حيث أمرهم ووضعوها حيث أحب أثابهم ثواب الشاكرين، وإن خالفوا أمره في الأخذ والإعطاء عذبهم مع المخالفين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، ولكل أمة عجل، وعجل أمتي الدينار والدرهم. فالنجاة عباد الله: اطلبوا السلامة قبل حلول الندامة، واسمعوا النصائح قبل أن تزول الجرائح، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والله سبحانه وتعالى هو بقوله يهتدي المهتدون، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم حافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله،
الحمد لله رب العالمين وهو الفتاح العليم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم جل جلاله وتعالى في علاه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن أكرمكم عند الله أتقاكم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها العباد لا يخفى عليكم أننا في زمان زاد جهله على علمه وإن النور يخفى شيئا فشيئا وقد صار كثير من تشكون عليهم دائرة الإسلام لا يعلمون ما فرض الله عليهم من طاعة وما حرم عليهم من معصية فاقبلوا على الله واحضروا مجالس الخير والذكر والعلم عباد الله اعلموا ان لا ينفع الانسان في هذا الزمان من ثلاثة خصال الصدقة في السر والإجهار والاستغفار اناء الليل واطراف النهار وكثرة الصلاة على النبي الكرام صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد امرنا الله بامر بدا فيه بنفسي وثنى بالملائكة المسبحة بقدسي فقال مخبرا امرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام منه الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين وخص منهم سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر صحابة رسول الله أجمعين أن معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء أعداء الدين اللهم إنا نسألك بخير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله تعالى يعلم ما تصنعون في الصلاة.